فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحراراً؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد، فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحراراً. أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. أجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له: إننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد وهو الله. فقال لهم يسوع: لو كان الله آباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آت من نفسي بل ذاك أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالاً للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأب الكذاب. وأما أنا فلأني أقول الحق، لستم تؤمنون بي. من منكم يبكتني على خطية؟ فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، لذلك أنتم لستم تسمعون لأنكم لستم من الله. فأجاب اليهود وقالوا له: ألسنا نقول حسناً إنك سامري وبك شيطان؟ أجاب يسوع: أنا ليس بي شيطان، لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني. أنا لست أطلب مجدي، يوجد من يطلب ويدين. الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. فقال له اليهود: الآن علمنا أن بك شيطاناً، قد مات إبراهيم والأنبياء، وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت إلى الأبد؟ ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات والأنبياء ماتوا؟ من تجعل نفسك؟ أجاب يسوع: إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئاً، أبي هو الذي يمجدني، الذي تقولون أنتم إنه إلهكم ولستم تعرفونه، وأما أنا فأعرفه، وإن قلت إني لست أعرفه أكون مثلكم كاذباً، لكني أعرفه وأحفظ قوله. أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. فقال له اليهود: ليس لك 50 سنة بعد، أفرأيت إبراهيم؟ قال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فرفعوا حجارة ليرجموا، أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا.